الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام البخاري رحمه الله في كتاب العلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. فقال: اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. هذا الحديث أورده الإمام البخاري في كتاب العلم تحت باب من وقف على دابة، أو من وقف للفتية على دابة أو غيرها. إنسان يقف للفتية للناس على دابة أو غيرها، هكذا أورده في هذا الباب. حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام وقف وهو راكب على الدابة، ليس أنه وقف على الدابة ولكن أوقف الدابة وهو جالس والناس يسألونه. فهون العلماء قالوا الإنسان إذا، أو العالم الذي يكون على دابة أو في سيارة أو على أي مركوب يستوقفه الناس فيستفتونه فله ذلك. فهذا طبعا الفتية من طلب العلم، الإنسان إذا أفتى أو استفتي أن يعلم الناس وأن ينقل لهم الفتية. طبعا ليس كل إنسان يفتي، مش أي إنسان والله بتسأله وقل لك والله هذا حلال وهذا حرام. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يتوقفون عن ذلك، حتى أنه قال أحدهم من التابعين، قال حينما سئل أحدهم عن مسألة فأجاب الآخر بكل بساطة، يعني هذه حكمها حرام أو حلال أو كذا أو كذا، قال: والله لو عرضت على عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر. ليش؟ لأن الإنسان الذي يستفتي أو يفتي فإنه يفتي عن رب العالمين سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى يعني ذكر هذا الأمر، الإنسان إذا أفتى بغير علم أو تكلم في شرع الله بغير علم فهذا أمر من الكبائر. الله سبحانه وتعالى قال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالشرك والقول على الله بلا علم فقرينان في هذه الآية، فينبغي على الإنسان إذا لم يعلم ألا يفتي. فلذلك هنا الرسول عليه الصلاة والسلام أفتى الناس في منى. سيدنا عبد الله بن عمر بن العاص كان في حجة الوداع، وهذا في حجة الوداع. قال: فجاءه رجل فقال، الرسول عليه الصلاة والسلام وقف للناس والناس يسألونه، فقال له هذا الرجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. والأصل أنه يذبح ثم يحلق، هذه هي السنة. فهذا الرجل قال: يا رسول الله أنا حلقت ثم ذبحت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه الفتوى، شو حكم هذا الشيء؟ هل يجوز للإنسان أن يقدم شيئا قبل الآخر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذبح ولا حرج، يعني لا حرج عليك في تقديم الحلق على أن تذبح. وهذه الأعمال كلها في يوم العيد في منى، يعني هذا مش يقول الإنسان والله افعل ولا حرج في الحج كله، مع أنه طبعا الحج هو من أيسر العبادات التي جعلت فيها الأحكام في التيسير، يعني أكثر المسائل اللي فيها كلام وخلافات وأمور في الحج تيسيرا على الناس وفي قضايا الحج، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم حج مرة واحدة، ولكن سبحان الله هذه من الحكمة من إعجاز هذا الدين، أن النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه حج مرة واحدة، مطلوب من الإنسان أنه يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام في كل العبادات، العبادات فيها أمر توقيفي،
ولكن مثل هذه الأسئلة جاءت للتيسير على الناس. ثم قال: فجاءه آخر، هذا إنسان آخر جاء يستفتي النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: لم أشعر، فنحرت قبل أن أرمي. نحرت قبل أن أرمي، والأصل أنه يرمي ثم ينحر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارمي ولا حرج. قال: فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. أي يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ما سئل في ذلك اليوم في يوم النحر عن شيء قدم ولا أخر إلا قال النبي عليه الصلاة والسلام: افعل ولا حرج. وهذا من التيسير على الناس، سبحان الله. فلذلك هذه الأحكام في الفتية لها أمور خاصة كما قلنا في الحج، يعني على غيرها، يعني في أمور أنت بتقول في بقية العبادات، إذا إنسان قدم ركن أو قدم واجب على الآخر في الصلاة أو كذا، هل هذا يفعل ولا حرج؟ لا، يختلف عن قضية الحج. فلذلك هنا بين الإمام البخاري في هذا الحديث قضية الفتية، وأتى بالحج ليبين أن هناك بعض القضايا التي يقدمها أو يؤخرها الإنسان في الحج قد أفتى بها النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا حرج فيها. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.